مجموعة من المفاجآت لجميع المراحل التعليمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم. ندخل في الموضوع على طول. الصورة اللي قدامكم دي بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، لو حصل خطأ في الاختيار بتاعك هتعمله بالطريقة دي. كمان وضحت وزارة التربية والتعليم الطريقة الصحيحة لكتابة رقم الجلوس زي ما انتم شايفين حضراتكم قدامكم. كمان وضحت وزارة التربية والتعليم وأكدت إن السنة دي مفيش تسريبات للامتحانات، وإن جروبات التليجرام والواتساب وكل الموجود على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي لا صح لها هذا العام، والامتحانات السنة دي هتكون فيها شدية جامدة في جميع لجان الجمهورية. ده غير كمان إن تم إلغاء لجان أولاد الأكابر. أيوه، أولاد الأكابر زي ما بيسموها بعض اللجان كانت معروفة طول السنين اللي فاتت بالغش، أكدت وزارة التربية والتعليم إنها هتم إلغاء. دي الأخبار اللي كانت خاصة بالصف الثالث الثانوي. أما باقي الأخبار معانا، كعندنا خبر للصف الأول والثاني الثانوي وكمان طلاب الشهادة الإعدادية وأولى وتاني إعدادي اللي هي بخصوص درجات الرافة، وأكد وزارة التربية والتعليم هيتم مراعاة الدور الثاني بزيادة درجات الرأفة. أيوة، زيادة درجات الرأفة في كثير من المواد الدراسية، وده يعتبر خبر من الأخبار المفرحة لجميع الطلاب. أما طلاب ابتدائي معانا النهاردة خبر جميل جدا جدا، وهو إلغاء 16 درس حتى الآن. تم إلغاء 16 درس حتى الآن من مناهج من مناهج مادة الرياضة، وجاري كمان إلغاء بعض الدروس في المواد الأخرى. متنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع كل الأخبار.